هد هد يا هد 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 يا هد 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 هد. ايوه يا ست شيماء، مش عماله بنادي عليك ما بتردش ليه؟ معلش ملخوم مع الورده. بس ايه؟ ايه الورده دي؟ دي الورده اللي جايبها ابوك الحاج رمضان عشان يزين بيها الفرح. يا حبيبي يا بابا جايب ورده عشان يزين لي الفرح؟ اه يا حبيبي. طب امسك بقى دي. ايه ده؟ عايزه اظبط شعري كده عشان مش عارفه اظبطه في الاوضه. ما تطلعي تظبطيه في الاوضه، انا مال انا؟ يخرب بيتك مش عارفه اشوف حاجه، اللمبه عندي محروقه بقى لها 6 شهور، وكل يوم افكر بابا يجيب واحده بينسى. 6 شهور؟ اه. وفاكره ان ابوكي بينسى؟ اه. يعني مش حاسه ان هو قاصد؟ لا لا لا، ده انا كل يوم بقول له والله. لا والله، يعني انت مش متخيله ان ابوكي راجل بخيل؟ اخرس قطع لسانك، بابا بخيل. ايوه ابوكي ايحه مش بخيل كمان، ابوكي راجل نتن. لا اقول كده، هو عارف كده اصلا. بابا لو كان بخيل زي ما انت بتقول كان جاب لي الفستان الحلو ده. الفستان ده انا سرقه بايدي من فرشه بره جنب اللوكاندا. لا لا اخرس، بابا مش حرامي. اخرس بابا مش حرامي. لا ابوك حرامي. انت ليه بتدمره لي كده في نظري؟ لا لا لا، بابا لو كان زي ما انت بتقول ما كانش جاب لي الفرع الجميل ده، وما كانش جاب لي الورده الحلوه دي، ولا عمل اليوم الجميل ده. هو انت حوله ولا ايه؟ اصلا البتاع ده ما فيش غير لمبتين اللي منورينه، وباقي محروق. لا برضو فرع جاب ابوك فرح. عايز يخلص منك يا شيماء. لا لا بيحبني والله، عايز يرميك لاي عريس وخلاص. لا لا، والجوازه دي زباله. انت بتكرهني وبتكره بابا وبتكره الخير للناس دي كلها. لا لا لا، ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ خلاص انا غلطان، اتجوزيت حرقوا الجاز، انا مالي؟ وارمي لوشي كده جميله. عروستنا الحلوه بتقوقي ليه يا بومة بس على الصبح في يوم مفترج زي ده؟ دي اكيد دموع الفرحه. لا يا عمي، دي دموع القهره. ليه بس يا حبيبتي قهره؟ ليه بس؟ ده انت عروسه. انا متوتره قوي، والواد هدهد الحيوان ده موترني اكتر. وانت مالك؟ امال هدهد وغير هدهد؟ ما تركزي مع نفسك. معقوله عروسه ويبقى وشك مصفر كده يوم فرحك؟ اه صح. طب هعمل ايه طيب؟ تعالى اوديك لطنطك اميره تعمل لك ميك اب. لا لا لا، بابا بيقول الحاجات دي حرام. حرام ايه يا بابا؟ بابا بيقول كده عشان ما يشتريش، عشان هو بخيل ومعفن، لكن هي مش حرام عادي يعني. لا لا لا، هو خايف على بشرتي. ده كان ما بيخافش عليك انت، يخاف على بشرتك؟ هو بياكلك انت اصلا عشان يخاف على بشرتك؟ لا ما بياكلنيش. ان كان الماء قطع على طول في اللوكاندا ما بتغسليش وشك. أوه. هيخاف على بشرتك ازاي يا حبيبتي؟ ده انت قشفتي. لا لا بس برضه خاف يزعل. لا ما تخافيش، ابوكي لو عرف ان الميك اب ببلاش هيجي هو شخصيا يعمل ميك اب. انا عارفه اخويا وانا عارفه.